إذا عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم الاثنين 5 شباط 2018. جهاد عون ضيفي بالاستوديو، مدير تسويق والمبيعات بلاسال فينيو. رح نحكي عن الويدنج اكسبو 2018 يلي رح بصير قريبا والتحضير له من قبل لاسال فينيو. صباح الخير جهاد. صباح النور مسيو جوزيف، يعطيكم الف عافية. الله يعافيك. هلا بالبداية طبعا بنحكي انه من قبل كمان كنتوا معنا وحكينا عن يونيفاكس، كان تنظيم لاكسبو للجامعات بلبنان، وكان في مشاركة كثير حلوة من كل المناطق اللبنانية، مشاركة كتير كبيرة. صحيح. وكان مفيد بين الأورينتيشن وبين المهن وبين كل الأمور اللي بتقدمها الجامعات. هالمرة التحضير هو لويدنج إكسبو، إلى سال فينيو اللي هي دايما بتضاهي بمساحاتها وبتحضيرها لكل المعارض اللي بتصير فيها، أكبر المعارض بلبنان. خلينا نعرف شوي عن لسال فينيو، قد إيه لها وشو بتستقبل عادة، أي نوع من المناسبات. أوكي، بالبداية بدنا نحكي أكيد عن لاسال فينيو إن جنرال. لاسال فينيو السيرفيسز اللي بتقدمها أكيد كتير متنوعة. نعم. بنذكر منهم أكيد إنه عنا أكبر وأفخم صالة معارض بلبنان تضاهي بأهميتها لبيال والفورم دي بيروت. نعم. هالمرة عم تصير بمنطقة الجنوب. أوكي. بالإضافة لصالة المعارض في عنا أكبر وأفخم صالة أفراح ومناسبات. كمان عنا أكبر صالة بولينج بلبنان اللي هي ذا لينك بولينج، عبارة عن 16 لينك، which is very good أكيد. نعم. بالإضافة لهيك عنا معرض، عنا عفوا ريستورنت اسمه لاسال ريستو، كمان مطعم كتير مهم بيقدم انترناشونال فود من أمريكان لإيطاليان. أشهر الأطباق أكيد. يعني منطقة الرميلي يعني منطقة مش كتير بعيدة، منطقة قريبة، ولكن انه تعتبر بعيدة شوي عن بيروت، يعني ابو 20 دقيقة من بيروت اذا ما في عجقة، بس انه هالقد في عليها قبول وهالقد ناجحة، يعني هالمطرح بالتحديد لاسال فينيو مع انه مع بعدها 100%. المميز باللاسال انها جاية بموقع وسط بين جنوب وبيروت. نعم. يعني كعرسان، خلينا نحكي كعرس، اذا العروس من جنوب العريس من بيروت. أوكي. لاسال هو الملتقى اكيد بيكون. ما رح تلاقوا احلى من لاسال حتى تعملوا عرسكم، صالة جدا مميزة. خلينا نفوت اكتر على معرض الاعراس. معرض الاعراس رح يصير. نعم. From 8 till 11 Feb بشباط، بعد كم يوم. بعد كم يوم يعني. يوميا من الساعة 3 للساعة 9. هالمعرض كتير حلو، عم بصير لثالث مرة على التوالي. اكيد رح نستضيف اقوى السبلايرز والويدنج بلانرز بالساحة اللبنانية. رح يكونوا عم يعرضوا اقوى ما عندهم بصالة جدا مميزة مثل ما حكينا. صالة مكيفة، أرض مفروشة وموكات، ارتفاع 11 متر، مع أنها اندور ما بتحس حالك أبدا أنك اندور. نعم. بتحس حالك أنك بأوبن سبيس. كتير مميزة. يعني اللي رح نشوفه هو مشاركة مثل ما قلت أنت لكل الشركات الخاصة بالأعراس، يعني رح نشوفها، يعني العروس والعريس فين يزوروا هالمعرض ويشوفوا تحضيراتهم كلها تصير. صحيح. داخل المعرض. طيب في اسعار مدروسه، في اوفرز رح بصيروا للعرسان لنشجعهم انه يروحوا، يعني غير انه يروحوا يفتشوا برا. اكيد اكيد كل السبلايرز اللي بيكونوا موجودين معنا بيكونوا عاملين اوفرز بوقت سبيشال اوفرز بوقت. نعم. بوقت المعرض. كعروس وعريس اكيد بنصحهم اكيد يزورونا، رح يستفادوا كثير من هذا المعرض. رح يكون في ويدنج بلانرز، رح يكون في فوتوغرافرز، كيترينج، زفي باندز. نعم. كيك ميكرز، كل فروم اي تو زد، يعني زهور وفساتين وكل الامور، ديكوريشن، فلاورز، دي جي، لايتنج. فروم اي تو زد رح يستفيدوا من المعرض. نعم. رح يقدروا يحددوا خياراتهم اكثر بهذا المعرض. رح يعرفوا اكيد بأي فينيو رح يعملوا عرسون، ومين رح يكون الفوتوغرافر، مين رح يكون الويدنج بلانر، مين رح يكون الكيك ميكرز. كل هالأخبار من خلال المعرض بيقدروا يعرفوها أكيد. يعني عم بتقول بمنطقة قريبة من جنوب وقريبة من بيروت اللي هي رميلة. صح. يعني في عندكم عدد كبير من الزوار اللي بزوروا كل معارضكم اللي بتصير. صح. يعني ما يقارب قد ايه تقريبا بثلاث أيام ممكن يوصل عدد الزوار. بالضبط هذا اللي بدي اقوله. لاسال مميز فيها انها كافينيو مساحتها 3200 متر مربع. نعم. صاله كتير كبيره رح تكون مقسومه لقسمين بوقت المعرض. قسم رح يصير من خلاله ينعمل من خلاله ماركتينج وادفيرتايزنج لكل شيء خاصه بالاعراس. القسم الثاني رح يصير فيه فيك ويدنج. نعم. فيك ويدنج اكيد بنقدر نوصل للعرسان كيف ممكن يكون عرسهم يلي اكيد رح يكون رويال ويدنج. اوكي. هيدا نقطة. يعني يشوفوا عرسهم قدامهم قبل ما يصير هلا من خلال التحضيرات. بالضبط. أكيد أكيد أكيد. كرمال هيك كنا عم نقول إنه كتير راح يستفيدوا من هيدا المعرض. نعم. كباركينج لاسال بساعة 600 سيارة، كمان هيدي نقطة كتير مهمة، يعني زوارنا أكيد ما بيعتقلوا هم أبدا ما بدهم يصفوا سياراتهم. نعم. لاسال مجهزة إنها تستقبل آلاف الزوار.
وزوارنا عم بيكونوا بالالاف بكل المعارض، العالم كثير عم بتحب اللي عم نقدمه، معارض كثير حلوه، واكيد في عنا على طول معارض، نحن على طول بنعمل اشياء جديده وبنوعد العالم اكيد بالمزيد من التقدم والنجاح. في شيء تاني عم بيتحضر بلاسال فينيو بعد اكسبو ويدنج اكسبو؟ بالضبط، نحن عم نحضر لمعرض اسمه ماذر بيبي اند تشايلد، الام والطفل، هالمعرض بابريل، بابريل اذا الله راد. كمان ندعي كل الاكزيبيتورز اللي حابين يشاركوا معنا اكيد فيهم يشاركوا معنا، وبنفس الوقت الفيزيتورز انه يكونوا كتار ويحضروا هذا المعرض، رح يستفادوا كثير من وراه. يعني معارض متنوعه عم تنقل جو من الفرح للعالم، عم ينعمل من خلالها ماركتينج وادفرتايزنج، يعني كاكزيبيتورز عم يوسعوا سوقنا اكثر، عم بيتعرفوا على زباين جداد، وكفيزيتورز اكيد كمان عم يستفادوا من ناحيه تسويقيه، عم يقدروا يحصلوا على اللي بدهم اياه من هذا المعرض. طيب جهاد، انتم بنفس الوقت منظمين بنفس الوقت يعني السال، يعني 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 هون مجموعين بنفس المطرح، يعني بتعرفوا شو بدكم، بتعرفوا شو بيسيع وشو المتطلبات، كيف الافكار بتطلع، شو متطلبات السوق من معارض، يعني قصه الام والطفل، يعني الام يعني مهمة، يعني شو هيدي فكرة يمكن معمولة بس انه كمان فكرة جديدة. نعم، هلا نحن اكيد بالماذر بيبي اند تشايلد بهذا المعرض رح يكون في عنا ماذر فاشن، بريجننسي دريسز، رح يكون في بيبي تويز، بيبي فرنيتشر، كل اللي بالدومين اكيد مدعوين للمشاركه بهذا المعرض. نعم، اكيد نحن بندرس حاجه السوق، بنشوف وين في ناقص بالسوق، من اكيد بنعبي لهذا الناقص، بلس انه نحن كلاسال فان انفايرمنت، يعني اللي بيجي لعنا اكيد راح يكون كثير مبسوط، اي حدا حابب يعمل رحله استجمام، اي حدا حابب يعمل عرسه باللاسال، اي حدا حابب يستفاد من المعارض اللي بنعملها، اكيد لاسال هي الحل، لاسال عم بتلاقي حلول لكل شيء. نعم، هذا اللي بنوصله. كيفية الوصول لها هي على الطريق العام، بتصير اذا فينا ندل شوي العالم عم يسمعونا. اكيد اكيد ما بتضيع ابدا. نعم، لما توصلوا على الحاجز الاولي لنقول جايين من جهه بيروت. نعم، في يوتيرن كانك راجع على صيد على عفوا على بيروت. نعم، اول جسر ما بتطلع من فوق بتنزل من تحت الجسر 5 minutes بتصير عنا، بتصير بلاسال فينيو اللي موجوده هونيك. معرض ويدنج اكسبو اللي بصير 8 9 10 8 9 10 11 عباره عن 4 دايز، من اي ساعه بعد كم يوم؟ من الساعة 3 للساعة 9، فأكيد نتمنى من الجميع يحضروا هذا المعرض. نعم، رح يستفادوا كتير، معرض كتير حلو، كونوا كتار أكيد. طبعا نحن بدنا نقول مبروك لسال فينيو، مبروك لكل العرسين، وبننصحهم انه يزوروا هالسال لانه ياخذوا كل المعلومات اللازمه. من في اسماء مشاركه معينه بنحب نذكرها، يعني في مصممين لبنانيين، عم نعرف انه عندنا ديزاينرز عالميين لبنانيين، هل رح نشوف هالاسماء داخل هالمعرض؟ هلا من الاسماء اللي مشاركه معنا في ذا فلوريست، في اكوافيل فينيو، في لرويوم، في عندنا فوتو نور، في عندنا فوتوغرافر متالق بعالم التصوير اللي هو جوزيف تلج. نعم، كلها اسماء كبيره اكيد، مثل ما خبرنا المشاهدين رح يستفيدوا كثير من هذا المعرض. نعم، كل 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 شيء بيتمنوه رح يلاقوه بهذا المعرض. الخدمات الثانيه اللي بيقدمها لسال فينيو، الخدمات رح تكون موجوده اثناء المعرض، يعني من المطاعم اللي ذكرتها والامور الثانيه. هو المطعم كلاسال ريستو هو موجود بقلب الفينيو، يعني نعم، كمان اي حدا كعائلات بحبوا يزورونا باي وقت. نعم، بنقدم اشهى الاطباق اكيد، بلس انه عندنا بلاي روم للاطفال، يعني الاولاد بيكونوا عم يلعبوا واهلهم قاعدين مقابلهم ما بيعتلوا همهم ابدا. نعم، مقدمين كل التسهيلات حتى يكونوا بجو مريح وما يحسوا حالهم ابدا انهم بمكان، يعني هون بفهم كمان انه المعرض فيهم انه كمان يزوروه مش بس العرسين، فيهم يتفرجوا ياخذوا افكار لمناسبات ثانيه، يعني اذا في اعياد ميلاد كبيره او اذا في احتفال كبيره او حتى خطبه، يعني كمان فيهم ياخذوا كثير من الاوفرز اللي معموله. بنرجع بنذكر انه في اسعار خاصه رح بتكون داخل المعرض من خلال المشاركين، السبلايرز المشاركين باكسبو ويدنج لسال فينيو بمنطقه الرميلي، رح بصير ب 8 9 10 11 شباط بين الساعه 3 والساعه 9 المساء. كونوا كتار وزورونا من كل المناطق اللبنانيه. جهاد، انا بدي اتشكرك، يعطيكم الف عافيه. في شيء بتحب تضيفه؟ ميرسي كثير لك. انا بدي اتشكرك مسيو جوزيف، بدي اتشكر فيوتشر تي في والقائمين علي على الاستضافه الحلوه، وانا اكيد بتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق. ثانك يو لك. نحن وياكم رح نروح على صالة السينما اللبنانية نشوف شو في عنا من أفلام فينا نشوفها بهالصالة قبل ما ننتقل للبريك. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الخيالي The Shape of Water، بمركز سري جدا للأبحاث بفترة الستينات تنشأ علاقة بين حارسة وحيدة ومخلوق مائي غريب، مع سالي هوكنز، مايكل شانن، أوكتافيا سبنسر
ودوك جونز. الفيلم مرشح ل 13 جائزة أوسكار، وهو من كتابة وإخراج غييرمو ديل تورو. Los Angeles branch of the Federal Reserve. Only bank has never been robbed. وفيلم الأكشن Den of Thieves بيستعرض الفيلم حياة إحدى الوحدات الخاصة بمكتب الشرف بمقاطعة LA وحياة العصابة اللي نفذت إحدى أكبر السرقات بالمصارف ومحاولات الأخيرة لسرقة بنك أكبر مع جاريد باتلر، بابلو شرايبر ومشاركة 50 سنت. What you are describing is sleep paralysis. You see, when we sleep, the mind shuts down the body so we don't act out on our dreams. It just feels so real. ولا محبي أفلام الرعب Dead Awake عن سيدة شابة عم بتحاول تخلص حالها مع أصدقائها من شر قديم بلاحق ضحاياه من خلال تجربة التنويم مع جوسلين دونهيو وجيسي برادفورد. والفيلم الفرنسي فيليسيتي دراما موسيقية عن فيليسيتي وهي مغنية ببار بكينشاسا. وقت اللي بتعرض ابنها الشاب لحادث الدراجة بتغير مسار حياتها بين عالم الموسيقى والأحلام لغاية ما تلتقي بتابو مع مجموعة كبيرة من الممثلين، وأحد المنتجين هو المنتج اللبناني جورج شقير. إذن تانكيو لغيدة، هوهن الأفلام اللي فيكن تشوفوها وتتابعوها بصلاتنا اللبنانية. ما تنسوا كمان تتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا. بذكركن برقم الواتساب الخاص فينا 03-010-533 لأي اقتراح أو سؤال بتحبوا تقدموه لأخصائينا. واليوم تنين مثل ما بتعرفوا بيكون مخصص لاتصالاتكن المباشرة والإجابة على كل أسئلتكن يلي بعتوها سابقا. نحن وياكن رح نروح لبريك قصير ومن بعدها منعود لمتابعة عالم الصباح لليوم التنين. خليكن معنا، ما تروحوا لمطرح، خلينا نحكي مع تانيا بعد البريك.